تخلى لينا رمضان في شهر الربيع لوما دافغيل، شهر التقطار تاع الزهر. كي بدانا افغيل حنا نبداو نقطرو في قسنطينه الزهر، عاده وعوايد تاعنا. هاد التقطار ساكننا في الدم، لازمنا نقطرو ولازمنا نصبو القطار، ولازم في وسط الدار نغسلو الفراش، نفرحوا له كي العيد. التقطار حنا عندنا التقطار، بالنسبه للتقطار عندنا كي العيد. الزهر نبداو بالزهر هو الاول، نروحوا للغراب. عندنا تما مرفح، عندي قداه نسنا ولا نشيل الزهر من الغراب. الزهر تاع الغراب، الزهر تاع الغراب هو المخير، الله يبارك. نشري الزهر تاعنا من تما، نعيطوا لهم نكومونديو الساع، باسكو كاينين الناس بزاف يديو. نعيطوا نحكموا الداله لينا حنايا، كي عيطوا لنا هما نروحوا نجيبوه. كيما اليوم راهو مبارك علينا، دخلنا ان شاء الله بالربح لهنا ان شاء الله هذا الزهر هذا، وان شاء الله ربي يسترنا ويستر وليداتنا. والقطار هذا وقاعد كيل كيما يقولوا هاك يعود وادعي قدامه. القطار ثاني يقول لك ما يحب لا حميق لا عياط لا والو. نقطروا الزهر تاعنا بيان سيغ، سجينا الصينيه الزهر، جبنا الغربال المغالف، سجينا القطار تاعنا، فقدناه من قبل لا كان منقوب ولا لا لا. بالنسبه للقطار هذا عندي حكايه نحكيها. القطار هذا عطاوه لي نخدم به للاجر. المرأة هذه اللي عطاته لي ربي يشفي لها راجلها وبنها، هذا ما نقولها في هذه العواشر، مدته لي قالت لي خدمي به للحسنة. صدقة جارية. أنا نقطرو دوك، نبدا نتيل، نبدا نحط الساع الماء الزهر تاعي الساع في القطار، نتيل الغربال، غربال ندير له حبة ونص تاع لارنج. مغلفة الغربال يطيح لنا مغلفة راس القطار، اللي يقول لك ثلاثة ولا أربعة راهو ما كانش منها. المغلفة طيح تاع راس الترسين تهز بالغربال. راس القطار نخليه غير الحاجة العزيزة. الغرس نعجنوا به الغرس، نديروا به المقرود. كاين حوايج المعجون، كيما المعجون تاع الزهر نديروا له الزهر، كيما المعجون تاع الأرنج نصبوا له، ما نصبولوش، كاين اللي ما يصبلوش مي نصب له قطيرة باه ينسل برك. كيما تشينا نديروا لها الزهر. كاين المعاجن يجيو بالزهر، وكاين معاجن يجيو بالورد. أغلبية تاع المعاجن ما يجيو بالورد، معاجن وطماطم بالورد. وحنا قسنطينة ما يحضرش عندنا الزهر، ما نسماوش درنا، كيما نفكلو النعمة، كيما نزوقو، كيما هكذاك تاني التقطار. والتقطار تاني نبداو به أول ما نقطرو القطرة اللي تحل الأولى، نحطوها في المرش، نبخو بها الشبك تاع الدار. حنا نديرو هكا عادة، هكا مرتين نديرو، نبخو بها الشبك تاع الدار ونشربو بها أول تقطيرة، نشربو بها القهوة. بربي إن شاء الله ورا الفطور نحطو القهيوة تاعنا بالزهر جديد. بكري كي كانت وسط الدار وكانت الملمة تاع الحراير وتاع الجيران، كي كانت الجورة العزيزة، يتلموا الجيران يحطوا الزهر مع بعضاهم، يقطروه مع بعضاهم، من بعد العشية يتقاسموا فيه. الزهر هذا الجر تاعو يحطوا يدوشوا، كاين اللي يدوش به، كاين اللي يغسل به الزور، يسيقوا به الدنيا، تعود الدنيا معبقه بالريحه تاع الزهر. راهو ريحته كما يقولها ما تتشراش بالملايين، تعود تقطري فيه ريحته وحدها. في وسط الدار يسيقوا الجيران، يجيبوا البنات، البنات يغسلوا الزور، يغسلوا الفراش، يخدموا لنا. هذا هو التقطار تاعنا. قهوه تاعو تكون عزيزه، قهوه تاعو تكون مره، تكون بريحه الزهر، قهوه تاعو ما تعاودش. ونبداو كساعة التقطار نبقطو نشعلو العنبر، نبخرو البخاري اللي يعني حطيتها وحطيت الفحم بحشاك محشا الوجوه باه نجيبها نبخر. نطلقو البخور، نجيب ربع حبات سكر نحطوهم على الشمك تاع الطابونة. هادو عادات بكري، خلينا حكمنا العوايد تاع بكري ونسهلو في التقطار. من بعد ما نخلصو من الزهر، موا دافغيل شهر الزهر، نوليو لشهر ماي. ماي فيه الورد، تترشق الشمس عليه. كيما الزهر لازمنا نقطروه كي نجيبوه عندنا الوقت في التقطار، نحطوه بعقله يدبال. اما الورد يجي الصباح بكري يعدي طول يتقطر، كي يدبال يروح له كلش، تروح له الريحه، يروح له كلش. لازم نجيبوه من الغراب، نسجيو ديجا نكونوا مسجين القطار، مسجين حوايجنا، يجي طول يتقطر، ما نخليوهش يقعد، ما عندوش الروح الورد. الزهر
الماء لاش حتى يسخن فوق الراس القطار تاعو، ما عليهش يسخن شويه. اما الورد لا لا، الورد ما يلاوي والو، ما يلاوي لا سخانه ما يلاوي، يقعد بزاف الورد. استعمال الورد بعد ما خلصنا من الزهر، قلنا مليح للسخانه تاع الراس، مليح للولاد كي يدي لهم السخانه تحطي تصبي لهم على روسهم، مليح فوائد تاعو واش هي؟ قلنا القهوه، عندنا الغرس، عندنا حوايج بيه. الورد نوليو للورد، الورد هو الاساس، الورد للطواجن والمعاجن تاع قسنطينه. اي طاجين حلو، اي معجون لازم له الورد مقطر وراس القطار. البقلاوه، القطايف، طمينه اللوز، طمينه اللوز اللي تحب تحب الورد مقطر، لازمها الورد نقطرو باه نخبيو العوله تاعنا تاع التقطار. نجبدو هذاك القديم اللي كان عندنا ونهزو ونخبيو هذا الجديد. بعد ما نقطروه يخرج ثلاث ايام للسمش، يسمش يعطر كي يبرد هذاك النهار مليح، غير غدوه مليح. النهار الثالث نخرجوه للشمس، تضرب فيه الشمس يعطر، كي يعطر يدير هذاك الحزام من فوقا وتطلق هذيك لاكولور تاعو تاع الجو القهوي. هذاك يسمى راهو تعطر. نهزو القرع تاعنا، كاين اللي عنده مغلفه نقولوا عندي المغالف، وكاين اللي ما عندوش مغلفه يهز قرعه هكا يلبس لها لي با كحل، يلبس لها حاجه كحله يسترها باه تخبيها زيد تعطر لك. تخبيها في بلاصه نقولوا احنا مظلمه، ماهيش ما يسمش، ولا تخبى في بلاصه مظلمه باه يزيد يعطر الورد تاعنا والزهر. الورد نستعملوه للرفيس، نستعملوه للطبيخ، نستعملوه للمشلوش، لشبح الصفراء، نستعملوه للقاطوبات تاعنا كيما طمينة اللوز، كيما البقلاوة، كيما القطايف. كاين قاطو يتخدم بالورد وكاين قاطو لا لا. نوليو الأعشاب العطرية، عندنا هنايا الزعتر، عندنا الشيح، عندنا القرنفل، عندنا البابونج. هاد الأعشاب قطرناهم كيما القرنفل، مليح للصدر. قرنفل راهو للصدر مليح، ضربه ضربه. مازلنا محافظين على التراث، وبغيت نشغل هذا الموروث ما يروحش.